كيف تقول لا أتن وأنا الملك واقف؟ الله المستعان. ستوب، هذا مش شغل، مو ده الأداء الرمة. أحس كلمة لا أتن ثقيلة، قول ذا واتخارج. يا هبلة، لا أتن لغة عربية فصحى، ها، وده هذه من حقنا العامية. شو تناقشني؟ نفذ سكته ولا خاصم؟ لا تقشننش بوجهك مثل كثير من الممثلين حقنا. قال لك إذا أردت أن تمثل أعمل نفسك أنك لا تمثل. اخرجي سكته واعتدال واعملي مثل ما أقول لك. لموعد المخرجة قدتش تعمل كل شيء صميل. وصدقتي نفسك أنك مخرجة واعتدال؟ سماح، قصدي انتقام. حلاوة يا بنتي، ايه انت شي حلاوة بنتي؟ ها هيا اقفزي لبيت عمك فرحان وريمو يعمل وميمثل، وانتبهي تقولي له ان انا قلت لك. تمام؟ ايش اقول له؟ لا تقولي لهش، اتفرقي بس ميمثل وجيتي تقولي لي. اكرر يا انتقام، لا تقولي لهش ان انا قلت لك. تمام؟ حاضر. يلا صلحيك، قفزي اذهبي.